حريته ولمس فيها القصد النبيل فأيدها وباركها. تمت حركة الجيش المباركة دون إراقة دماء وبطريقة سلمية لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم، وذلك بشهادة جميع الدول. القنان والمشاة يجوبون شوارع المدينة عاد المفسدين والخونة من المناصر الاستعراض العسكري الكبير الذي باستعباد الذي كانت جاسما عن مصفحة تحيط بالقصر وسمح لجماهير الشعب. الحرس في قصر 60 حيث استقبله اللواء عبد الله النجومي وضباط الحرس، فصافحهم القائد العام مثنيا على وطنيتهم مشيرا الى انهم من الجيش وطمأنهم على مصيرهم. ثم زار على الاثر المستشفى العسكري ووزع على المرضى بعض الهبات المالية. رئيس الوزراء واحاطه علما بالخطوات الجديدة التي قام بتنفيذها الجيش لتطهير البلاد من الفساد والرشوة والمحسوبية. تعددت مقابلة القائد العام للقوات المسلحة برفعة رئيس الوزراء، حيث انتهى الوضع بتنازل الملك فاروق الاول عن عرش مصر لولي عهده الشعب المصري الكريم. تفشت عناصر الفساد في مرافق الدولة بدرجة خطيرة أساءت إلى سمعة مصر خاصة بشؤون الحكم، فنحن لا غرض لنا سوى مصلحة البلاد، ولهذا فإننا نترك أمرها للحكومة على أن يكون مسلكنا متفقا مع الدستور وصالح الشعب. وإني إذ أنهي هذه الكلمة أطلب من الشعب الأبي أن يخلد إلى الهدوء والسكينة وأن يثق في المستقبل وفي رجال الوطن، وأن يقوم كل فرد بواجبه كاملا، وأن يحاول إصلاح نفسه أولا، وأن يتعاون معنا في القضاء على الفساد وإصلاح كل موج. كما أطلب منهم أن يوحدوا صفوفهم حتى نصل إلى ما نبغي من تحقيق أهداف الدولة كاملة. وقد قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم، والله ولي التوفيق. واللواء أركان حرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة. أخذ القائد العام يعد مسؤولا عنهم وعن حمايتهم، واعتبر الجيش المصري نفسه وذلك إتماما للخطة المباركة التي قام بها الجيش لتطهير البلاد واستتباب الأمن فيها. الزاخرة بالوقوف في أركان الميدان فتعالت لحفظ النظام واستتباب الأمن التي يستغلون فيها نفوذهم.